مرحبا بكم يا أعزائي، هل تتذكرون ما رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، كان القرد صحيح، واليوم سنرى حديث القرد والزرافة معا. أتساءل حول هذا الحوار جدا، لذا هيا ننطلق مباشرة في قصتنا. سأل القرد الزرافة: ألا تأتي معي لمكان مدهش جداً؟ وأجابت الزرافة: حقاً، ولكني لا يمكن أن أرى أمامي، فلا يمكن أن أذهب. فقال القرد: لا مشكلة، أستطيع أن أدلك، ولكن أيمكنك حملي حيث أن قدمي مصابة وأجد صعوبة في المشي؟ وأجابت الزرافة: بالطبع، هيا اصعد فوق ظهري. وصعد القرد فوق ظهر الزرافة. اليوم يا أصدقائي سنقوم برسم الصحراء. هيا نرسم بعض الهضاب المنخفضة. بعد ذلك نرسم الشمس الحارة. ثم نرسم بعض أشجار الصبار. ونبدأ مباشرة في تلوين أشجار الصبار. ويجب تلوينها بأي لون غير الأخضر المصفر. ثم بعد ذلك نلون الصحراء بألوان باستيل.
وحيث أن الصحراء حارة، من الجيد أن نلونها بلون نستشعر منه هذه الحرارة. ونحاول أن نرسم هكذا بشكل غامق وأيضاً بشكل فاتح هكذا. ويجب الحذر كي لا تتطاير حبيبات الألوان. نرسم الأعشاب بألوان الشمع. ونرسم أشواك أشجار الصبار أيضاً. Thank you.
ثم نرسم السماء أيضا. سنخلط اللونين البرتقالي والأصفر لينتج من هذا شعور حرارة سماء الصحراء. وهكذا اكتملت يا أعزائي. كيف كانت محاضرة اليوم يا أعزائي؟ الزرافة التي لا يمكن أن ترى أمامها والقرد المصاب القدم تعاونا معا. هذه مشاعر حارة جدا، ورسمنا الصحراء الحارة بمقدار حرارة هذه المشاعر. إذا كان رسم الصحراء فقط يشعركم بالملل، فيمكن رسم الزرافة والقرد فيها معاً. أراكم في المرة القادمة يا أعزائي. إلى اللقاء.